اكو حمله طلقوها شباب الموصل، انا بصراحه ما اعرف يا سنه، انه يردون عمر القرغولي يترشح بمنصب المحافظ. اي اكو هيك كلام؟ يعني حقيقه انا قبل ثلاث سنوات ازيح احد المحافظين لنينوى، وانتشر بالشارع يصير انتخاب شعبي للموضوع. نعم. فاني حال الناس بديت انصدم، تجيني تاكات بالمئات، اجتني تاكات ومنها مواقع ضخمه، يعني الخوه النظيفه احسنت، وحده من العشرات. فاني وراها صرحت، اني صرحت قلت لهم انا وشاعر لربما اقدر اغير شيء ما اقدر اغيره انا ومحافظ. الله، ما ممكن يعني، لانه انتم من تكون محافظ يكون على كريمونت، اسف خلكون جريء، بس من عندي انا اكون شاعر ما عندي ريمونت. نعم. احكي بكيفي، ما حد يغيرك يعني، بس اقدر اغير المحبس مالي من اليمين الى اليسار، يمكن حتى هاي ما اقدر لها. للظاهر يبين انه انت بيدك سلطان، تبيدك سلطان بس علي انا الضعيف، بس الله بالحقيقه انت ما تقدر. بس للامانه هذا يعني هسه بغض النظر صرت او ما صرت، قبلت او ما قبلت، هو هذا نصر القصيدة. انا حقيقة انه مستانس وفرحان على هذا الموضوع. ليش؟ لانه هذا شاعر. نعم. بالتالي انه انا ننجمع بمكان معين. اهل الموصل ما يشوفوني شاعر، اهل الموصل يشوفوني ثائر، يشوفوني انه انا دائما اتبنى فرد نقاط ما ثائر من خلال القصيدة. نعم اكيد. نعم يعني شاعر اكيد. لا هو يعتبرني انه مو الشاعر المعروف، انه انت دائما ابوابك هي غزل ومديح وما اعرف ايش. اني قصائدي دائما تصب في معالجه امور معينه او في جراحات معينه. احنا عندنا اكثر من 30 نائب، عندنا مشاكل صارت احنا بالمدينه، مشاكل كثيره صارت، ما شافوا نوابهم اللي انتخبوهم طلعوا وحكوا ونددوا على قد تقدير بتسجيل فيديو ببيتك بس، ونشر على مواقعك حتى تحسسني انه انت صرت وياي، حتى ما شفناها لمواضيع كثيره وكبيره بالمدينه. صح. أنا طلعت تبنيت هذا الموضوع، وتعرف أنا ما عندي، يعني أنا ما عندي حماية غير رب العالمين، بالتالي إنه ممكن أقتل في أي لحظة. نعم. عمرك طويل إن شاء الله. الله يحفظك ويسلمك. فلذلك أبو المدينة دارس شخصيتي ويعرفني، أنا أشكره طبعاً، مو بس أبو المدينة، بالمناسبة بالبصرة يجوز يحبون أكثر من الموصل، هواية عندي عشرات. إحنا نحبك والله. فدوا أروح لك أبو لك. الله يعزك.